حد فكر ليه السيد المسيح قال مثل الابن الضال ده؟ احد الابن الضال، كتير جدا اتكلمنا عن حد الابن الضال، واتكلمنا عن الاخ الاكبر ان هو كان ضال جوه بيت ابوه، واتكلمنا ان الابن الضال ده اسمه الابن الشاطر مش الضال، وقد ايه التوبه كانت قويه جدا. لكن انا عايز اقولك النهارده، تعرف ليه السيد المسيح قال مثل الابن الضال ده؟ هقول لك انا، في سفر التثنية بيقول عن الابن الضال ده حاجة صعبة جدا. عارفين زمان كانوا بيعملوا ايه؟ بيقول كده في سفر التثنية اصحاح 21 وآية 18، بيقول ايه؟ اذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه، ويؤدبانه فلا يسمع له. يعني ولد هو نفس الابن الضال، يعمل فيه ايه بقى ابوه وامه؟ يمسكوا ابوه وامه ياتيان به الى شيوخ المدينه والى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، هو مسرف وسكير، نفس طريقه الابن الضال. يحصل معاه ايه؟ فيرجموا جميع رجال مدينته بحجاره حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافوا. الحقيقة كان اليهود المثل ده بالنسبة لهم ألم على وشهم. الناموس نازل بيقول لو كان في ابن معاند وسكير ووحش وبيسمعش كلام والده ووالدته، يجيبوه ويفضحوه قصاد كل الناس ويقولوا ابننا ده وحش، ابننا ده سكير، ابننا ده بيسمعش الكلام. مش يطبطبوا عليه ويعلموه، لا، يرجموه كل الناس لحد ما يموت وكل إسرائيل تخاف. سيد المسيح قال لهم أنا جاي بحب، انا مش جاي ارجمك. لو انت شاب وسامع ان اهلك بيقولوا عليك ابننا ده بيعاندني، ابني ده ما بيحبش، ابني ده مش كويس، لو انت اب وام وعمال تقول لاصحابك حواليك وتتكلمي في التليفون مع صاحبتك ابني ده تعبني، ابني ده مش حلو، ابني ده بيعمل كذا وكذا وكذا، وانت كاب قاعد مع اصحابك عمال تقول ابني ده جايب لي مشاكل، ابني ده عامل لي كذا، ولو انت الابن وعمال تسمع الصوت ده، ربنا النهارده بيقول لنا كلنا كاسره حاجه مهمه قوي. ممكن تستر على ابنك حتى لو وحش، ممكن ما تعملش زي رجال المدينة دول لما يجيب الأب الابن كده قصاد كل الناس ويقول عنه ده وحش. سيد المسيح عمل رسالة مختلفة، رغم ان الابن ده مفروض انه في الناموس يرجم، ومفروض انه في الناموس يتقال عنه انه يموت وكل الناس تتعلم من موته، وان كل الناس تعرف قد انه وحش وسكير ومسرف، سيد المسيح عمل عكس كده. قال المثل ان الاب جري عليه حضنه حضن كبير، ستره من عيون الناس، ما خلاش يشوف ضعفه. الخلاصه رسالتين ربنا بيديهم لنا النهارده، رساله لينا كاسره للاب والام: لو ابنك معاند خليك زي القديسه مونيكا، كانت تبكي عشان اغسطينوس يرجع، ما كانتش تتكلم عن اغسطينوس كلام وحش، ما كانتش سيره اغسطينوس على كل لسان اصحاب واخواتي، وافضل اطلع صورة ابني وحش، طلع صورة ابنك حلو. الرسالة التانية للابن: لو انت شايف نفسك فعلا معاند وفعلا بعيد وفعلا ما بتسمعش كلام اهلك وفعلا بعيد عن ربنا، اعرف ان ربنا عمره ما هيفضحك، عمره ما ربنا هيعمل اللي اتقال في سفر التثنية انه يجيبك وسط كل الناس ويقول عورتك ويقول ضعفك، لا، هو هيجري عليك ويحضنك، بس انت امشي في طريق اللي يوصلك لبيت ابوك. عارف الابن الضال ده كان رغم ان عارف ان الناموس بيقول انه هيرجم، لكن كان واثق في ابوه. الخلاصه ثق في ابوه انه مهما حصل هو يحضنك، مهما كان فيك من نجاسه، مهما كان فيك من ضعف، مهما كان فيك من عري، مهما كان فيك من بعد، مهما كان فيك من امور وحشه، مهما كانت الناس باصه عليك وحش، حتى لو كانوا اهلك بيقولوا عنك وحش، حتى لو انت نفسك بتقول عن نفسك وحش، ربنا شايفك حلو وبيحضنك حضن كبير جدا، ويقول لك ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فموت.